احنا خنق شوط هتلاقوه موجود في صفحة 5. احنا خدنا الربع الاولاني باللحن وفوتنا الربع الثاني، وبعدين خدنا الثالث والرابع والخامس دمج، صح كده؟ هناخد بقى الدمج اللي هو السريع، يعني كلمة دمج يعني سريع. يا سامي بتسأل مراتك يعني ايه دمج؟ مش عارفة في البيت؟ نحاول نقول الدمج. طيب مراجعة، نسيب اللحن عشان هياخد وقت شوية مننا. يعني هنقول من الأول أمو إي في لي فول اللي هو تالت ربع. كويس؟ معاكي ورقة يا وحافظة أنت؟ معاكي الورقة؟ المهم أنت مريان. لا ما هتقرا إزاي؟ أنا بعاكسها. بس هي حافظة أنا هش. طيب نقول مع بعض اللحن، إحنا خدنا الجزء ده بس نقوله مع بعض تاني. أمو أو إي في لي فول أف أو هي إي رات خن أو هوب إنش فيري إم بارادوكسون. أسمع كمان مرة. أمو أو إي في لي فول أف أو هي إي رات خن أو هوب إنش فيري ام بارادوكسون. اللي بعده فراؤو خدناه، ولو غلطنا ارجع معاكم تاني. فراؤو نم نف هرما اف ام سي بي سيد ننشير بسرائيل اف ارجينيور ام فيوم اف ارجينيور. بقول ايه؟ اف ارجينيور. اسمع دي. اف ارجينيور كان مره، خلينا في افرجينيوم واحده. اف ارجينيور تاني. ها اف ارجينيور نكملها بقى ام فيوم. ناخدها الحتتين مع بعض. اف ارجينيور ام فيوم. طيب نقول اول فراؤو. فراؤو نم نف هرما اف ام سي بسيد ننشير بسرائيل اف ارجينيور ام فيوم. كم اخر مرة. فراؤو نم نف هرما اف ام سي بسيد ننشيرم بس رائل اف ارجينيور ام فيو. اللي بعدين نقوله مع بعض، واذا غلطنا نعيده مع بعض. اي ناف هوس خاقا او بنجي مويسيس ببروفيتيس. تاني حتة دي. اي ناف هوس خاقا او بنجي مويسيس ببروفيتيس شا انت فيتشي تو ايخون هي ابشا فنسينا. نقول الربع كله. انا فوس خاقا او بنجي مويسيس ببروفيتيس شا انت فيتشي تو ايخون هي اب شافن سينا. تاني ولا خلاص؟ تاني فضل. اي ناف هوس خاقا او بنجي مويسيس ببروفيتيس شا انت فيتشي تو ايخون هي اب شافن سينا. خلاص خدنا اي ناف هوس في نوتي، ما خدناهوش، خدنا مرة فاتت. طب نقوله مع بعض. اي ناف هو سيفنوتي خن طاي هو ديم فيري جي مارن هو سيب شوز جي خن او او غرابت شي او او حتى حتى. اي ناف هو سيفنوتي خن طاي هو ديم فيري كان مرة. إيه ناف
خوسب نوتي خن طاي هو ذم فيري آخر مرة إنا خوسب نوتي خن طاي هو ذم فيري جمارن خوسب شويس أسمع جمارن هو وانا بقول شويس ما بطولش فيها جمارن هو سيب شويس جيخن او او غر افيت شي او او جمارن هو هنقولها كذا مرة جمارن هو سيب شويس جيخن او او غر افيت شي او او احنا قلنا هنشيل او في النص مش كده عشان تتزبط طيب نقولها كذا مرة جمارن هو جمارن هو سب شود جخن او او غرابت شي او او هناخد الربع الجديد بقى بتاعنا باللحن بيقول ايه هي تني اف شي انت مويسيس في ارش برو او 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 في تيس حتة ولا سهلة عشان بنقولها كتير او يعني مسموعة هقولها كذا مرة فحنتعلمها هي تاني اف شي انت مويسيس في عرش برو او في تيس كان مرة هي تن ابشي انت مويسيس في عرش برو نفس اللحن بكرره في بشويس هي الاصح افشي يعني احنا لغايه من 8 او 10 سنين كنا بنقول افكي حتى لما بيكون مثلا في اب اسقف جاي بنقول اكزما رؤوت وان هي تني افكي كنا بنقولها كده لكن زي ما قلت لكم ان لما رحنا او سوري لما ابتدت الكنيسه القبطيه تبعت بيسموها ايه بعثات لليونان ابتدوا يرجعوا الولاد من اليونان او يعني بعد ما يقعدوا 4 سنين يرجعوا لنا على فكره النطق اليوناني غلط في حروف بننطقها احنا في الكنيسه القبطيه بننطق الحروف اليونانيه بطريقه غلط فعرفوها من اليونان ورجعوا قالوا لنا ابتدوا يصلحون زي مثلا افيتشي ساركس هقول لك كنا بنقولها من افيتشي ساري قال لك مش ما فيش الركنه بتاعت ريدي هي افيتشي ساركس ابتدوا يصلحوا لنا شويه حاجات نتيجه العلم اللي اتعلموه هناك فهي افشي الاصح احنا قلنا هي تني افشي مش كده نفس اللحن بكرره بقى هو الحتتين اللي دي بنكررهم على اللحن اللي بعد كده فبنقول ايه شوي صاري ايه موتنا نم بيكو ايفولنتي ايه ننوفي ماشي نقولها مع بعض ايه شوي صاري همتنا نم بيكو ايفولنت ننوفي ماشي نقول الربع ده مره واحده وندخل في درس الكتاب هي تاني ايفشي انت مويسيس في عرش برو او في تيس
بشوي ساري اهمت نانم بيكو ايفولنتي ننوفي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في دراستنا لرسالة كورنثوس الأولى إصحاح وصلنا المرة فاتت لإصحاح 7، خدنا جزء في إصحاح 7 والوقت ما خلناش نقدر نكمل بقية الإصحاح، لكن ناخد فكرة سريعة. كورنثوس في دقيقتين كده كبلد، كورنثوس مشهورة بالفساد، مشهورة بأنها مدينة وثنية، مشهورة بأنها كانت ناس يعني غليظ الرقبة، يعني من الصعب أنهم يتعلموا، لكن بولس الرسول قعد فيها 18 شهر غير كل حاجة في كورنثوس، وأصبحت كنيسة كورنثوس من أقوى الكنائس. بعد شوية جات له رسالة من واحدة اسمها خلوي بتشتكي فيها من ان في مشاكل كتير قوي في كورنثوس، فابتدى في الاصحاحات الاربعة الاوانية يعالج مشكلة الحزبية، ان نبقى داخل الكنيسة احزاب مجموعات. قال لك ده مش من المسيح، المسيح بيقول احنا كلنا جسد واحد، ما ينفعش لنا الجسد اقسمه، ما ينفعش اقول الجسد ده جزء بتاع بولس، جزء بتاع ابولس، جزء بتاع بطرس اللي هو صفا، ما ينفعش. وابتدى يضرب على نفسه المثل ويقول هو انا، بتقولوا انتوا تبعي تبع بولس، هو انا اللي عمدتكم على اسمي او لا؟ احنا تعمدنا باسم الثالوث. قال لهم خلاص بص على الثالوث. قال لهم هو انا اللي جيت اتصلبت علشانكم او لا؟ المسيح. قال لهم خلاص بص على المسيح. يبقى اذا اللي يعمل مشكله الحزبيه ان الواحد يشعر بذاته او يحس ان هو المجموعه دي، احنا الاول. الذات يعني الكبرياء. فالبعض اللي قال بولس والبعض اللي قال ابولس قال لهم ما فيش حد لبولس وما فيش حد لابولس، كلنا للمسيح. ممكن نقفل الباب ده عشان الصوت بره، احنا مش محتاجين دي اول حاجه قالها معلمنا بولس الرسول لما اتكلم في موضوع الحزبيه. ودخل بعد كده في المشكله اللي بعديها، كانت مشكله الاخ اللي داخل الكنيسه ومعلم، او مش لازم يكون معلم لكن معروف في الكنيسه، لكن سقط في خطيه الزنا مع امراه ابي. فقال لهم الشخص دوت اعزله، ما ينفعش الشخص دوت ان هو ايه يكمل معانا. وبعد شويه في كورنثوس الثانيه في رساله قالوا له نقبله، احنا شايفينه بقى كويس، قال لهم اقبلوه وانا كمان ايه قبلته. بعد كده دخل في المشكلة اللي بعديها، كانت بقينا في إصحاح 6، اللي هي مشكلة إزاي تروحوا تقدموا المحاكمات بتاعتكم قدام المحاكم المدنية. يعني واحد يتخانق مع أخوه داخل الكنيسة، تروح تفرج علينا الناس برا ليه؟ تروح للقاضي المدني ليه؟ طب ما تدخل جوه الكنيسة والكنيسة تحل لك المشكلة. فممكن احنا نسال بولس، طب ما انت لجأت للمحاكم، ده انت قلت لهم الى قيصر رافع دعوايا. قال لهم بس كانت المشكله مش بيني وبين جنسي، لكن المشكله كانت بيني وبين الايه الرومان، فقلت لهم انا رايح لقيصر. المشكله مش بيني وبين اليهود ولا المسيحيين اللي هم اللي من اصل يهودي، لا. فعشان كده بيقول اذا اختلفنا يبقى لينا حق، اذا اختلفنا في الاديان في لنا حق نروح للايه المحاكم المدنيه. وبعدين يعني بالمحبه كل حاجه بتمشي، لكن لو احنا من داخل الكنيسه الواحده ليه تروحوا تقدموا الشكوى بتاعتكم لبره؟ وقال لهم ان اصغر واحد في الكنيسه يقدر يحل مشكله اكبر واحد داخل الكنيسه. طبعا وبخهم بولس على الحكايه دي. وفي نفس اصحاح 6 اتكلم معاهم على فكره ما يليق وما لا يليق، يعني ايه اللي مقبول واللي مش مقبول، وجاب فيها العباره المشهوره كل الاشياء تحل لي
ولكن ليست كل الأشياء توافق كل الأشياء تحل لي، ولكن ليست كل الأشياء تبني كل الأشياء تحل لي، ولكن لا يتسلط علي إيه شيء. ده كان في إصحاح 6. في إصحاح 7 ابتدى يتكلم بقى على فكرة الزواج، وقال يا جماعة أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة قوي. الزواج، الزواج مقدس، لكن البتولية أكثر، مش هقول أكثر قداسة، لكن أكثر قرب من الله. عايز يقول كده الإنسان المتزوج ربما بيشغله عن ربنا أمور بيته، لكن الإنسان المتبتل مفيش حاجة تشغله عن إن هو يتكلم مع ربنا. يعني الطبيعي إن الإنسان يتزوج، لكن غير الطبيعي، مش إنه وحش، لكن أقصى من الطبيعي، أعلى من الطبيعي إن الإنسان يتبتل. قال لهم أنا كنت نفسي كلكم، ده في بداية إصحاح 7، نفسي إنكم كلكم تبقوا إيه؟ زيي. وهو متبتل، هو ما مش متجوز، لكن أنا شايف كمان إن الجواز مهم. وطبعا واضح إن الجواز مهم، لأن من أول الخليقة ربنا أرسل حواء إلى آدم علشان يبتدي فكرة الإيه؟ الزواج اللي بيباركه ربنا، وربنا كان موجود في الفردوس. وأول ما المسيح فكر في العهد الجديد إنه يصنع معجزة عملها في الزواج. إذن الزواج مكرم. ليه ركز على حتة الزواج مكرم؟ لأن كانت طلعت بدعة بتقول أن الجسد بطبيعته خاطئ، والجواز يساوي الزنا، الجواز يساوي الزنا. ده طلعت البدعة دي هناك، قالوا لا لا استنى، ما ينفعش الكلام ده، في فرق كبير قوي بين الزواج وبين الزنا. دي كان الجزء الأولاني في إصحاح 7. في الجزء الثاني بعديها ابتدى يتكلم اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، ابتدى يتكلم على فكرة المرأة المؤمنة والغير المؤمن، واتكلم على فكرة انه الاثنين مقدسين في بعض ازاي. اشرح لكم بطريقة بسيطة عشان برضو مخنا ما يشتش. قال انه نجيب النص عشان نبقى ماشيين حسب ما بيقول الانجيل بالضبط. بيقول لهم كده في اصحاح 7 اللي خدنا المرة اللي فاتت، عدد كم؟ عدد 14. بيقول كده: لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير مؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون. إيه بقى معناها الآية دي؟ قال إن المرأة أو الأسرة اللي كانت وثنية، يعني ما كانوش يعرف ربنا، واحدة منهم أو واحد من الطرفين آمن بالمسيح، ينفصلوا عن بعض؟ لا، ما ينفصلوش. قال لك خليك قاعد، يعني لو الزوجة هي اللي آمنت يقول لها اقبليه كزوج ليك. يمكن في يوم من الأيام الزوج ده يتغير يبقى مسيحي خلاص. بس عايز افرق بين الحاجه اللاحقه هقولها لكم. يعني دلوقتي اسره غير مسيحيه، واحد من الطرفين صار مسيحي، فهم كانوا وثنيين وكانت الكرازه بالمسيح واضحه، واحد امن والتاني لسه، فاقبلي لو وافق الشخص غير المؤمن ان يقعد معاك وانت مؤمنة اقبليه على كده. يعني مش غلط يا بولس، قال لها لا مش غلط، لان ممكن بعد شوية يحصل له ايه؟ يصير مقدسة، يتغير، يشوف تعاملك مع الحلم فيتغير. عشان كده بقول المرأة المؤمنة مقدسة في الرجل غير المؤمن. مقدسة ازاي؟ يعني تقدر تديله الايه؟ هي الآية المرأة بدايتها المرأة، الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة، والمرأة غير مؤمنة مقدسة في الرجل إيه؟ المؤمن. يعني القداسة للإنسان الذي آمن سواء رجل أو ست، والتاني مقبول لو اتقبل ويقعد معاه فيما بعد ممكن يصير مقدس. اتفقنا؟ طيب إيه الفرق بين اللي هو بيقوله بولس الرسول
وبين اللي ممكن حد يقول لي يعني ممكن دلوقتي واحد مسيحي يروح يتجوز واحدة مسلمة؟ أقول له لا طبعا. لا ما هو ممكن يتجوزها وتصير مقدس؟ أقول لا الوضع مختلف، مختلف خالص. أنت رايح تعمل خطأ مش مقبول في الكنيسة مع سبق الإصرار والترصد، إنك رايح تتجوز واحدة غير مسيحية، أنت لسه هتنشئ أسرة، ده ما ينفعش. لكن إذا كانت الأسرة دخلت عليها الكرازة وابتدى واحد منهم يعرف المسيح والطرف الثاني قبل يقعد وهو ما بيؤمنش المسيح، اقبله ويصير بعد كده ايه؟ يمكن يصير مقدس فيك. ده الهدف، ده الفرق بين الاثنين. فاهمين يا جماعه الفرق؟ طيب الحته دي استخدموها اخواتنا الكاثوليك بطريقه خاطئه، الايه دي، وابتدوا يجوزوا يعني بناء على الآية اللي هم يعني بتاع بولس الرسول. قال لك طيب لو أنا عندي واحدة كاثوليكية، بس الكلام ده كان في روما، يعني لو أنا عندي واحدة كاثوليكية وجالها واحد مش مسيحي خالص، نجوزه ولا لأ؟ قال لك المرأة المؤمنة أو الرجل الغير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة، هي مؤمنة مسيحية وهو غير مؤمن، نجوزهم عشان يصيروا مقدسين؟ لهم لأ، سوري عندناش كده في كيسة بتاعتنا. كانوا بيتجوزوهم فعلا، يدخل الشخص غير المسيحي معاها للكنيسة ويقعدوا قدام الهيكل ويتصلي لهم الإكليل. بس أنا بتكلم على إيطاليا، في مصر ما بتحصلش. في إيطاليا لأن كاثوليك منبعها إيطاليا. ابتدى البابا بندكت منحها، أصلها مشيت في مراحل. المرحلة الأولانية أنهم كانوا بيتجوزوا ويدخلوهم الاثنين يتصلى عليهم او يتصلى لهم، مش يصلى عليهم، يتصلى لهم صلاه الاكليل، والراجل طبعا غير مسيحي وقته وخلاص. وبعدين ابتدوا بقى لما كتاب تحصل طبعا مع مسلمين اكتر، يعني ابتدى الاسلام ينتشر جدا في فرنسا وفي ايطاليا وفي بلاد اوروبا كلها. النتيجه كانت ايه؟ الحريه زادت، شافوا بقى الاوروبيين بيتعاملوا بحريه، فجم في ايطاليا قال لهم سوري انا مش هقدر ادخل اتجوز عندكم، انا هتجوزها مدنيا، فانتوا عايزين تجوزوها خدوها انتوا جوزوها. يقف هو على الباب بره ويدخل، تدخل البنت دي مع باباها، يقعدوا البنت لوحدها على الكرسي والكرسي تاني فاضي، ويصلوا صلاه الاكليل ويخلصوا ويطلعوا بعد كده بره، يجي ياخدها الست ويمشي. استنادا على الايه اللي انا بقولها بتاعت بولس الرسول، مش انا قلتها، يعني بولس القديس بولس الرسول بيقولها ان الرجل غير المؤمن مقدس في المراه المؤمنه. خلاص اقول لهم لا، دي كانت ليها ظروف خاصه، بدايه الكرازه بالمسيح لسه داخله. مش معقول لما يجي بولس يقول لهم في حاجه اسمها المسيح بس لازم تبقوا كل واحد سيبرت لوحده وتنفصلوا، مين يقول كده؟ ما ينفعش. فقال لهم اذا قبلوا، إذا قبلت تقعدوا مع بعض. عشان كده راح مكمل الآية يا جماعة ويقول فيها كده، بيقول والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه. يعني المرأة ست لو كانت مسيحية بقت مسيحية والراجل لسه أممي يعني وثني وقبل أن يقعد معها ما تسيبوش. ليه يا بولس؟ يقول لك دي فرصة هتعلموا الإيمان المسيحي، دي فرصة. دي في الآية اللي كانت قبلها. طب وبعد الآية اللي بعدها يقول له إيه؟ ولكن آية 15 إن فارق غير المؤمن فليفارق. يعني إذا الرجل غير المؤمن قال أنا مش عايز أقعد مع الست دي بقت مسيحية وأنا وثني أو أنا مسلم، يمشي خلاص، ياخد بعضه ويمشي. مش هنقول له لازم تقعد معايا بالعافية. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله دعانا في السلام. يعني ربنا عايز القصة دي تبقى في سلام، فما يصحش أن المرأة المسيحية تمسك في الراجل غصب عنه تقول له بص احنا متجوزين تقعد معنا غصب عنك. لا، إذا قبل وهو غير مسيحي، غير مسيحي يعني أممي يعني وثني، مش غير مسيحي يعني مسلم وجوزوا بعض عن قصة حب زي بيحصل الكلام ده عرفي، لا مفيش كلام ده، ده دي ايام كرونسوس. اذا قبل يقعد اهلا وسهلا، ما قبلش يمشي، واحنا مش مستعبدين لحد،
لا، ربنا عايز يدعو الأسرة إيه؟ في سلام. لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل، أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة؟ يعني إيه الآية دي؟ هيقول لك إيه؟ أنت تمسك فيه بالعافية، تقعده معاك، عشان أنت بولس قال لك من آيتين ثلاثة يعني لو قعد معاك إقباله عشان تبقوا مقدسين في بعض يمكن يتغير. لكن أنت عارف هيقدر يغير، هتقدر تغيره ولا مش هتقدر؟ أنت عارف أن تقدر تخلصيه ولا لأ؟ الخلاص مش بالعافية، الإيمان المسيحي مش بالعافية. فبيقول له انت تقدر؟ ما تعرفش. عارفين زي ايه بقى؟ يعني سيب الحته دي، نقول مثلا حاجه تانية، زي ما يكون واحد مصر ان هو ياخد حاجه معينه، انت عارف انها هتريحك، انت عارف انها هتريحك. يعني مثلا واحد يقول ايه، انا عايز اخد فلانه دي، انا اخدها، انا حاسس انها هتريحني. انت حاسس كده، لكن ربنا بيدي علامات بيقول ما تنفعش. ايش ضمنك ان انت انها ترتاح، ان هي انت هترتاح وهي ترتاح؟ اصلها مناسبه ليا في الطول، في العرض، في الشكل، في الثقافه، في الدم، في كل ده مش مهم. لكن ايش عرفك انها هتريحك؟ نفس الحكايه، بقول ايش عرفك ان انت تقدر تخلصها، او انت تقدر تخلصي الانسان غير المؤمن؟ افتكر سيدنا البابا مره من المرات تعرض عليه نقل كاهن من مكان لمكان، من مكان لمكان، فالاباء الاسفل بيقولوا له، بيقول له يا سيدنا فلان عايز يروح الحته الفلانيه. فقالها لي اسقف اللي كان بيعرض على سيدنا البابا الحكايه ديت، فيقول لهم ايش عرفكم؟ يقول اصل هو متضايق في المكان ده، عايز يعني شايف مكان تاني ممكن يرتاح فيه. عنده تعبير لطيف البابا، قال له ايش عرفكم ان ابونا دوت هيرتاح ويريح؟ اتقالت ثلاث مرات على الفترات مختلفه، ايش عرفكم ان هذا الانسان هيروح يرتاح ويريح؟ انا عايز راحه ابني وعايز راحه شعبي، بس انا شايف انه مش مناسب. بس احنا شايفين انه مناسب يا سيدنا، ده مناسب قوي للمنطقه دي ورائع واصله اكتف وحاجه ما فيش بعد كده. ايش عرفكم انه هيرتاح؟ وفعلا راح هذا الاب، قعد فتره والدنيا هاجت تاني وما قدرش يرتاح ولا يريح. فاللي احنا فاكرين ان احنا نقدر نعمله، لا، فاكر ان انت تقدر تخلص الانسان. يجي إيه واحد مثلا، كنا في مصر، يقول له ابونا انا الحقيقه انا يعني عايز اخطب. طب حبيبي قوي قوي مش مشكله، هي بس البنت اصلها مش مسيحيه، بس عايزه تبقى مسيحيه، وانا حاسس انها يعني بشويه كده تكك هتبقى ممتاز. يا حبيبي اللي جاي علشان خاطر يتجوز ده ما تضمنوش، ممكن ما يكملش. اول سؤال اقول له، انا طبعا ما بقفلش الباب، كنتش بقفل الباب يعني، اقول له طب وماله؟ هو هاتها لي تيجي تقعد معايا. اقول له على فكره الولد ده مش هيتجوزك، اذا قالت مش مشكله انا عايز اعرف المسيح اكمل معاها، اذا قالت لا ازاي ده هو ده احنا متفقين مع بعض، وانا قال لي ان الموضوع يعني سهل لا مش تنفعي، روحوا لحد تاني غيري، انا مش هقدر اكمل، لان انا مش عارف ان انت هتريحيه ولا مش هتريحيه. فهو بيقول كده، ايش عرفك ايتها المراه المسيحيه المؤمنه انك تقدري تخلصي انسان غير مؤمن؟ ويكمل بعد كده يقول ايه، غير انه كما قسم الله لكل واحد، كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك، وهكذا انا امر في جميع الكنائس. يعني ايه الحكايه دي؟ هو بيتكلم على فكره ايه يا جماعه؟ الزواج والبتوليه. فقال لهم ربنا بيقسم، ربنا قال ابونا ده هيبقى قسيس، وفلانه دي هتبقى مش متزوجه، وفلان ده هيبقى راهب، وفلان ده هيتجوز. قسم ربنا. عشان كده انا بقى بولس بقول ايه، هكذا انا امر. يعني ايه امر كل الكنايس؟ يعني ابعت لهم رساله فيها نوع من الامر، اقول لهم ان الجواز مش غلط. زي ما قلت لكم كانت بدعه موجوده في الوقت دوت، ان ايه الجواز يعني غير مقبول. من اول ايه 18 بيقول ايه، دعي احد وهو مختون. مختون يعني ايه؟ صار يهوديا. مختون يعني تختن، صار يهوديا. لو دعي احد وهو مختون فلا يصر اغلف، دعي احد في الغرله فلا يختتن. ليس الختان شيئا وليست الغرله شيئا، بل حفظ وصايا الله. دخل بقى في ايه؟ الحته الشكليه. قال لهم المسيحيه مش بتاعه شكليات، المسيحيه مش بتاعه ختان وغرله. غرله اللي هي عكس الختان، عارفين كلمه الغرله؟ اقولها لكم كده بسرعه. الختان هو
قطع جزء من العضو الذكري للرجل، للطفل يعني والولد، والغرلة هو ترك هذا العضو العكس، يعني بقى العضو الذكري لسه ما تقطعش منه الحتة دي. فالإنسان الأغلف ده أممي مش متخت، ما بقاش يهودي، والإنسان المختن يهودي. طب يا رب انت هتقبل وأنه واحد فيهم؟ قال لك انا هقبل ده وأقبل ده. لو جالي واحد يهودي هدخله المسيحية، لو جالي واحد أممي هدخله برضه المسيحية. يعني مش لازم يروح يتختن، لا. العبرة عند ربنا مش بالشكل، العبرة عند ربنا بحفظ الوصية، يعني العمل بوصية ربنا. خدوا الحتة دي ونحطها في خدمتنا. العبرة عند ربنا مش بالخدمة الظاهرية، العبرة عند ربنا قلب الإنسان الخادم اللي بيقدم العطاء. العبرة عند ربنا مش بالمظهرية في العطاء، العبرة عند ربنا المعطي المسرور وفي الخفاء يحبه الرب. كل فضيلة ربنا ما بياخدش بالشكليات. عشان كده يقول لهم ايه؟ اليهود كانوا بيقفوا يصلوا ويصوموا ويظهروا قدام الناس زي صائمين. يقول لك كانوا يعبسون وجوههم لكي ما يظهروا امام الناس صائمين، يعني يعبسون وجههم، يعني ايه مريان؟ يعني يقشروا كده، اسمها يعبس. وكان يصلوا على نواصي الشوارع، نصية الشارع، يقف يصلي، انا بصلي ما حدش يتكلم معايا. قال لك لا. وكان يعطي في شو كده عرض مادي، لا صدقة مش كده. ربنا مهتم مش بالمظاهر ولا بالشكليات. فقال لهم الختان والغرلة الاثنين، مين في كل هيحفظ، مين في كل حي ايه اللي هيحب انه يحفظ وصية ربنا. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبس فيها، دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري. يعني لو أنت إنسان عبد، عبد يعني عبد عبد يعني بالتاريخ، يعني واحد مش اشتراك ما يهمكش، لكن تقدر تصير حر. طيب في الحياة الروحية يقول لك ربنا داعي الإنسان الخاطي للتوبة. طب هو الخاطي ده عبد للخاطي، يقول لك تقدر تتوب وتتحول من شخص تحت العبودية يعني مستعبد إلى شخص حر. حاول شكرا. بقول لهم ايه؟ فلا يهمك انك تكون عبد. ليه؟ لان في ربنا هيخلصك، خلي عندك رجاء. بل وان استطعت ان تصير حرا فاستعملها بالحرية، يعني صير انسان حر، يعني اعلن حريتك ديت في مسيحيتك بامانة واخلاص وفرح. لان من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. كلمة عتيق مش معنى قديم، عتيق يعني ايه؟ معتق. عتيق عتيق الرب يعني ربنا اداله الحرية، فريدم، حرره. عشان كده في ترنيمة يقول لك حررنا يسوع، هي طبعا ترنيمة شوية يعني يمكن ما تبقاش أرثوذكسية، لكن العتق هنا مش يعني في كلمة عتيق تيجي بمعنيين. عتيق يعني قديم، زي الخمرة العتيقة، الخمر العتيق، الخمرة القديمة. لكن هنا بمعنى ان الانسان العبد حتى لو كان عبد لمين؟ لشخص من الأشخاص، ربنا يقدر يحرره، هو اللي يعتق. والإنسان العبد للخطية ربنا يقدر أن هو يحرره من الخطية. لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب، كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. جميلة الآية دي. يعني إيه؟ يعني الإنسان المستعبد للخطية في ربنا يصير حر، ولما يصير حر هو عبد للمسيح مش عبد للخطية. حلو؟ ياريتني أصير عبد للمسيح وابن للمسيح بدل ما أكون عبد للشيطان. إذا كنت عبد للشيطان يعتقني الرب من العبودية ديت، يحررني. وإذا صرت في الرب
يعني حر، أصير بقى أنا عبد للرب، أقبل أن ربنا يكون هو السيد على حياتي. ليه بقى؟ قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. حلو الفكرة أن ربنا لما جه اشتراني يعني دفع فيا الايه؟ الغالي قوي، اشتريتهم بثمن، ما تبقاش بقى عبد تاني للناس. ما يجيش واحد يقول لك طب جرب، طب شوف، طب حاول، طب ما تيجي، طب لا، ما بقاش عبد للناس. في قصة جميلة عن يعني قصة اعتقد انها يعني حاجة كده بس للتوضيح، يعني مش قصة حقيقية. بيحكوا ان في واحدة كانت ايام زمان كانوا في حتة اللي هي بيسموها ايه، البنت لما يشتروها تبقى ايه، يعني عبدة بس جارية، جارية. كان في واحدة معروضة في سوق الجواري، كويس، كانت جميلة جدا. دخلوا اتنين في المزاد، كل واحد يقول كذا دينار، كذا دينار زمان، يقول لك 10 20 50 100 1000 2000 5 10. وتقول القصه ان كان في واحد منهم ملامح وديعه قوي، واحد تاني فظ. الفظ ده مش عايز يسيب البيعه دي، شايف البنت تستاهل، وعمال يغلي، والتاني في منتهى الوداعه بيغلي هو كمان. البنت الحقيقه وهي في النص كرهت الاثنين، يعني انبسط على الاثنين، كرهتهم. هو انا يعني ماليش راي، وانا في بنات اللي هم بقى يعني بيحبوا يمشوا في طريق الخطيه، يقول لك شوف انا تمني بيعلى ازاي، ويتفخروا بالحكايه دي قدام الاخرين اللي ماشيين معاهم في الخطيه، انا تمني اعلى من تمنك. لكن البنت دي استغربت، وانا ماليش راي، انت عملت زودت فيها. كرهت الاثنين لغايه ما في الاخر المزاد وقف على الشخص الوديع، فبصت له هي متضايقه، متضايقه جدا، فراح دفع الثمن، راح واخد الصق بتاعها، الصق اللي هي الورقه بتاعت البيع، خدها، بيقول لها انت زعلانه ليه؟ قالت له مش عايز اكون عبد لحد. قال لها انا مش بشتريك عشان تبقي عبد، ادي الصق بتاع الايه؟ العبوديه بتاعتك. وراح مقطع الصق وقطع الورقه وقال لها انت دلوقتي حره، انا بشتريك عشان تبقي حره، عيشي بسلام. قالت له لا، عشان انت عملت كده انا اصير لك عبد على طول. هو ده موقف المسيح معانا. المسيح اشترانا بالدم، ودم غالي وثمين. يمكن احنا مش مقدرين القيمه ديت، لكن يقول لك انا اشتريتك عشان انت كنت عبد للخطيه فتصير حر. قل له يا رب احنا نصير ليك عبد. بولس الرسول لهم انتوا ناسيين لما علمتكم يا اهل كرونسوس ان المسيح هو اشتراكم بدم ثمين فلا تصيروا عبيدا للناس. ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبس في ذلك مع الله. يعني الإنسان الراهب المتبتل المقرس حياته دعي لهذا، خليك ثابت مع ربنا. طب المتزوجين بقى، لا ما احنا لسه بنقول ما تبقاش عبد لحد بقى، يعني ما تبقاش الزوج عبد لجوزها، ولا الزوج عبد لمراته، ولا الأولاد عبيد للي حواليهم. بس طالما ربنا دعاك في الزواج، يعني قال لك الزواج مكرم، صير إنسان متزوجا، قول له مش معاك يا رب، ماشي. طب انا عايزك في الرهبنه، مش معاك يا رب، ماشي. طب عايزك اسقف، مش معاك يا رب، سيب الدير وانزل اسقف، ماشي. النهارده كنت بتكلم مع نيافه الانبا مقار، انبا مقار دوت اب حلو قوي، كان من دير البراموس، فكنت بهنيه. هو مسك، هو اترسم في الرسمات الاخيره ديت، ومسك منطقه الشرقيه، مراكز الشرقيه جنبنا يعني. فبقول له مبروك يا سيدنا، انا فرحان قوي، يعني فرحان للرسامه، لكن زعلان انا مش هكون جنبك، لان احنا بيننا وبين الابروشيه دي يعني بالعربيه ربع ساعه نص ساعه نكون دخلنا الابروشيه الثانيه. فقال لي انا كمان زعلان انت مش جنبي. قلت له صح يا سيدنا، من زمان وانا عارف ان انت يعني ربنا بعتها لك، يعني مرسوم عليك الاسقفيه. فقال لي يا ابونا انطونيوس انت ناسي، قالها لي كده في تليفون، انت ناسي يوم ما انت جيت تستلم الاربعين يوم سنة 96 كنت انا لسه بلبس الجلابية البيضة؟ قلت له سيدنا احنا كلنا ولادك، ما هو ده اسكن بقى، هو اصلا اب حلو يعني. قال لا بس بفاكر. قلت طبعا فاكر يا سيدنا. قال لي فاكر لما كنا بنلف معاك الكنايس نصلي وراك شمسة؟ قلت له اي سيدنا.
قال لي نفسي في الايام دي دلوقتي. لكن هو ربنا دعاه للاسقفيه ينزل من الدير، عمره ما خدم بر، هو صيدلي من طنطا وراح الدير مش صغير يعني، يعني مش في العشرينات يمكن في اوائل الثلاثينات، واب حلو قوي وبقى استاذ الحان وتسبحه بقى وبتاع، كنا نبدع مع بعض نصلي غرغور يصلي ورايا شمامسه يعني. بس شوفوا اشتياقه لايه، نزل مصر ما قالوش اسبوعين يعني، فهو ما كانش بيقضوا في مصر ما قالوش اسبوعين، بيقول لي يا سلام على الايام دي يا ابونا انطونس، نفسي ترجع. بس ربنا دعاني اقول له تعالى بقى، ما قعدتش اوعظه، انا كنت لسه بحضر الموضوع بتاع النهارده، مش هقول لسيدنا لا يا سيدنا، بس خلي بالك سيدنا ده انت ربنا دعاك. وبولس الرسول بيقول لنا يا سيدنا، كنت ممكن اقول له كده طبعا بس انا اتكسفت يعني، بيقول لك ما دعي كل واحد فيه ايها الاخوه فليلبس في ذلك طالما في ربنا، مش كده؟ واما العذارى فليس عندي امر من الرب فيهن، ولكنني اعطي رايا كمن رحمه الرب ان يكون امينا. طبعا العذارى المقصود بهم اللي هي مش متجوزه يعني، او العذارى بتيجي بمعنى اتنين انفصلوا عن بعض، يعني زوج وزوجه، هي مش عذراويه بمعنى العذراويه اللي هي لم تتزوج خالص، لكن ممكن تيجي بثلاث معاني كلمه العذراء، بس هنا بتيجي بمعنيين، كلمه العذراء التي لم تتزوج، وكلمه العذراء هي الانسانه او الانسان اللي كان متجوز وانفصل عن مراته مده طويله. وكلمة العذراء بتيجي على النفس البشرية، النفس العذراوية، يعني النفس العذراوية اللي هي حتى لو هي متجوزة لكن احنا مع ربنا مالناش غير ايه؟ عريس واحد. طب ما انا متجوز، ما انا متجوز يعني جوزي ده اللي هو فلان ده، ما انا ست وانا راجل متجوز مراتي دي، يعني ده مش اسمه جواز؟ يقول لك ده الجواز اللي في الارض. لكن عذراوية الانسان بتعني ان انا يا رب روحيا يعني، بتعني ان انا انت العريس السماوي بتاعي. عشان كده سفر نشيد الانشاد يتكلم على النفس البشريه كلها بلهجه الايه؟ عذراء، عذراء سميها عذراء النشيد. الله، طب كويس، دي للناس اللي لسه ما اتجوزوش، فلان وفلان لسه، لا ده بتنطبق على الراهب، بتنطبق على الاسقف، بتنطبق على المتزوج، ينطبق على البطرك، هي النفس العذراويه العذراء للمسيح. لكن هي طبعا بيتكلم على العذراء اللي هي لم تتزوج وصارت يعني لربنا، وممكن تيجي بمعنى اخر ان ممكن، يمكن اغلط في التعبير، ان هما مش انفصلوا عن بعض، لكن ممكن يقعدوا مع بعض زي ابونا بشوي كامل ومراته متزوجين، لكن في عذراويه ما 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 يمارسوش الحياه الايه؟ المسيحيه الزوجية. طيب معناها ايه؟ اتفضل. السؤال ده حلو، بيقول هي هل ممكن الانسان يعني يمشي في طريق وهو مش عارف دعوة ربنا ايه؟ ويعرف ازاي؟ طبعا في علامات كتير. يعني ايه؟ اول حاجة الواحد بيصلي ويقول له يا رب انا مش عايز اتجوز الجواز العادي يعني، اللي هو يعني مش عايز اتجوز. طب ولو اتجوزت اتضغط عليا زي زمان يعني، لو اتضغط عليا واتجوزت، طيب انا مش عايز اتجوز جواز فعلي يعني جواز ورق ماشي، انا بتكلم على الحاله اللي انا فيها دي. طب بلاش، خلينا في الرهبنه والجواز. واحد عنده اشتياق للرهبنه، يحب الرهبنه، ليه؟ اول سؤال بيسالوه في ده، انت جاي تدير تعمل ايه؟ لو قال لهم اصل انا جاي علشان يعني الدير يعني راحه، ومش راحه بمعنى راحه يعني، قصدي هدوء وسلام، يقول لك مش هينفع عندنا. مين قال ان الدير في هدوء وسلام؟ ده الدير بيغلي من جوه رهبان بينهم من بعض، الشيطان بيشتغل في الدير اكتر من بره. لا انت فاهم الدنيا غلط. واحد تاني يقول اصل انا الحقيقه لاقي نفسي بحب الصلاه، طب ما ممكن تصلي في العالم، روح صلي. طب بس انا عايز اصلي كل يوم قداس، ما عندك الكنائس ما مليانه قداسات كل يوم، ما تنفعش. بيدنهم يسالوا اسئله لغايه ما يحسوا ان الشخص اللي قدامهم دوت ده عايز يعيش مع ربنا وبس. يعني ايه يعيش مع ربنا؟ يعني يقفع نفسه يقعد يصلي ويصوم؟ لا، ده لازم يعيش حياه مشتركه مع الرهبان، وعنده محبه مع الرهبان، وخادم جوه الدير،
وفي نفس الوقت شخص مسبح، شخص يحب ان يقعد مع ربنا، شخص الله يملك على ذهنه وقلبه، شخص مستعد انه يكرس كل وقته حتى هو بيشتغل لربنا. في كتير قوي بيدخل الدير ويطلع، يعني هم ربما الطريق مش طريقهم، فبيختبر اول حاجه اشتياقه وهو صغير. في الغالب يعني نسبه 95% من اللي بيحبوا الجواز او الرهبنه بيكون رسمين طريقهم من الاول. يعني انا عارف من الاول انا ايه طريقي، بحب الرهبنه. ليه كده؟ دايما قاعد لوحده، يحب يقعد لوحده، يحب يتكلم عن ربنا كتير. واحد تاني عمال يتنطط ويروح الجامعه ويقضي في الكافيتريات، ده بتاع جواز ما ينفعش. ممكن تحصل المعجزه يعني، واتحاول يعني، بس عايز اقول ان يعني ده البدايه، اشتياق، وبعدين اختبارات، وبعدين دور اب الاعتراف. اب الاعتراف عليه دور مهم قوي، لانه في الغالب في الاديره بيطلبوا تزكيه اب الاعتراف. انا فاكر في احدى الاديره اللي في مصر القديمه للبنات، كان عندنا اخت من الاخوات جايه من الصعيد، وجايه اتقبلت في انها تعمل ماجستير في احدى سوري دبلومه في احدى الكليات العمليه، لكن هي كانت بتحب الرهبان وعايزه تترهب. كانت بتردد على الدير وبتقعد مع الامهات الراهبات هناك. فالام الرئيسه قالت لها الاول طب خلي ابونا اب اعترافك في الصعيد يكلمني. فاتكلموا مع بعض، وبعدين عرفت من البنت انها جالها ترشيح للدبلومه. فالبنت تقول لها يا امنا يعني انا طالما هدخل ربنا يعني وعايز اقعد في الدير، مش مهم الدبلومه دي، مهم ايه؟ قالت لها بصي تقبلي الدبلومه ديت وتروحي تخلصيها وبعدين نتفاهم. ده فكر، هترتبطي بالعالم اكتر ولا هتزغلل عينيك الدبلومه؟ يعني اشتغل بالدبلومه ولا اعيش مع ربنا؟ وفي الحاله ديت كانت جايه عندنا زي ضيفه، يعني ما كنتش اعرفها. فامنا الرئيسه دي اتصلت بيا وقالت لي يا ابونا انا حولتها لك بعد اذنك تبقى بنتك في الاعتراف السنه دي وتديني عنها تقرير في نهايه السنه. طبعا بنتك كانت رائعه يعني، ما يهمهاش بقى اشتغلت شغل، جابت جيد جدا، هي دخلت الدير وقابلوها قبل ما تظهر النتيجه، جابت جيد جدا. وبعدين رحت زرتها قلت لها قدام امنا يا تمام ايه رايك فلانه؟ ما تيجي تنزلي معايا بقى العالم ده جيد جدا يعني، حاجه تلاقي شغل كده بسرعه يعني. قالت لي انا شغاله عند المسيح هنا يا ابونا. انا طبعا بختبرها انا وامنا كنت فين مع بعض يعني. راحت بصت لي طماف كده قالت لي خلاص انا كده خلاص اطمنت. اختبارات، بيعرفهم اذا كان ده اشتياق، استعداد، تدريب في حياتهم شويه. ارشاد اب الاعتراف، اختبارهم داخل الدير. ممكن يكملوا ممكن يكملوا. اوكي ما هو لما ربنا يدعي معناها ان يعني مثلا اقول لك مثلا دعوه ان انا اخدم في الكنيسه، يعني مش لازم اكون كاهن مثلا، هكون خادم في مدارس الاحد. فدي بترجع لثلاث حاجات: ارتياح من ابونا نفسه اللي ماسك الخدمه، وارتياح من الشخص نفسه، وارتياح من الخادم امين الخدمه اللي ماسك الخدمه دي. إذا في ارتياح من الثلاثة على دعوة هذا الشخص إنه يبقى خادم، ونقول له تحت برضه ما هو نفس الفكرة، هتدخل الخدمة تبقى تحت الإيه؟ المجهر، تحت الاختبار، نعمل لك تيست. لو لقيناك إن أنت مش نافع في خدمة مدارس الأحد ساندي سكول، يقول لك طب اخدم مثلا في الكانتين، اخدم في مش عارف الرحلات، ليك في الحاجات دي. وياما بنغير الكارير بتاع خدام كتير جوه الكنيسة. اقول له طب انت بالعاطفه بتاعتك دي تنفع تخدم مع الفقراء، تنفع تخدم مع كبار السن، مش مهم ما ساندي سكول. فبتقدر برضه نفس الفكره، ارتياح زي بالظبط اللي رايح الدير ده، ارتياح شخصي منه، وارتياح من اب اعترافه، وارتياح من رئيس الدير اللي هيقبله. اذا ارتاحوا هما الثلاثه خلاص، يبقى نبتدي بقى نعمل التست اللي جايه كلها، الخطوات ستيبس اللي جايه نعمل، نحط تحت اختبارات ونوريه نشوفه علاقته وهكذا. الاخر خادم اللي بيدخل دوت، مش يدخل بقى وبوظ لي الخدمه، اعمل لي شق جوه الخدمه، اعمل لي احزاب زي بولس وابولس. لا،
اول ما اشوف كده اقول حبيبي ما تنفعش في الخدمه دي، تعالى خليك انت تخدم حاجه في فرديه، ما بقاش معاك حد تروح تجيب فلان وفلان من البيت، ودي خدمه عاجبك عاجبك. طبعا مش بالديكتاتوريه بس بالاقناع يعني. لا لا مش مقصود بيها كده، ما هو اصل ده يعني فكره ان هو مش خادم مش متجوز. انا مش متجوز ومش عايز اتجوز، خليك زي ما انت، انت مقبول عند ربنا. اللي عايز يقول لهم ايه يعني عشان برضو ما في ذهنها، مش ان السماء مليانه من البتوليين ومليانه من المتزوجين، فده مش غلط ده مش غلط. اذا انت اختبرت نفسك واختبرت يعني حد اختبرك ولقاك ان انت صالح للبتوليه، خليك في البتوليه، ما تقولش الزواج مكرم اكتر. طب العكس لو انت متزوج ما تقولش يا ريتني كنت طلعت متول على الاقل بس ست خوته دماغي. لا انت ممكن تكون في الزواج مقبول عند ربنا اكتر من رهبان في الدين. واديت لكم مثل المره اللي فاتت، قلت لما جه ده ذكاء من رب المجد، طبعا ده هو ربنا بيقول المفروض ما وصلوش ان هو ذكي يعني، لكن بقول ايه، شوف ربنا عمل ايه في التجلي. المسيح عمل ايه؟ جاب موسى وإيليا وبطرس ويعقوب ويوحنا في التجلي، كويس. موسى كان متجوز، كويس. إيليا متجوز بتول، بطرس كان متجوز، يعقوب ويوحنا كان متجوزين، الاثنين مش متجوزين. فايقول لهم عايز اقول لهم في 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 السماء، ما هو التجلي ده بيرمز السماء، في السماء هتلاقوا موسى ومعاه أنبنطونيوس، موسى متجوز وأنبنطونيوس راهب. هتلاقوا مثلا الاثنين الستات بتوع اسكندريه ايام ابو مقار متجوزين، اللي راح ابو مقار يشوفهم دول قالوا عليهم انه احسن منك ابو مقار، وهتلاقوا ابو مقار الاثنين موجودين. عايز تقولي حاجه شيء ولا رديت انا؟ يعني نكمل. طب نكمل نكملها عشان نفسرها. بيقول ايه؟ فأظن ان هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، انه حسن الانسان ان يكون هكذا. طبعا هنا بيتكلم شوية عن يمكن بيميل اكتر للايه، لفكرة الجواز يعني whatever، يعني ان بسبب الضيق اللي موجود. عارفين يقولوا ايه مثلا عشان الحته دي ما تنطبق على تاريخ الكنيسه بتاعنا؟ تاريخ الكنيسه القبطيه يقول في فتره دخول الاسلام مصر ابتدوا من بحري ولا من قبلي؟ من بحري. لما ابتدوا يدخلوا الاسلام مصر دخلوا من ناحيه الصعيد ولا دخلوا من ناحيه بحري؟ من سينا. سينا دي الصعيد ولا بحري؟ بحري. دخلوا سينا. عارفين ايه اللي حصل؟ كل المسيحيين هاجروا للصعيد، عشان كده تلاقوا لغايه دلوقتي الصعيد اختارها مسيحيين. تاريخ الكنيسه بيقول كده. انا عايز اقول لكم على حاجه غريبه، انه كانوا بيجوزوا البنات على الورق بسبب الضيقه، يجوزوهم على الورق وهم عندهم 10 سنين و11 سنه في التوقيت ده. المسيحيين ابونا الكاهن يجوز ويجي، لان الاسلام دين ستات بصراحه يعني. فهما بيدخلوا يعملوا ايه؟ تدفع تسلم، ناخد مراتك وعيالك، او ناخد ما كانوش ياخدوا الستات متجوزين يعني، ناخد اختك، ناخد بنتك نتجوزها. فالكنيسه في الوقت دوت على حسب تفكيرهم قال لك خلاص احنا ايه، نجوز كل البنات. ما هو يعني خلونا برضو واقعيين، على حسب التاريخ بيقول ان هو محمد خطب واحدة وهو عندها 6 سنين واتجوزها وعندها 8 ولا 9 سنين، فهم عرفوا التاريخ الاسود دوت، قال لك نلحق البنت وهي 10 سنين نكون مجوزينها. انا سمعت القصه دي من ابونا سيدروس عبد المسيح، فكروني مره لما يجي، لان لسه كنت بكلمه اطمن عليه. السلام عليكم. بيقول لي ايه؟ بيقول لي بيقولها، كان بيقولها في اجتماع، في اجتماع بيقول لهم انتوا عارفين في تاريخ الكنيسه يحكى ان ايه؟ ان في واحده الام خايفة على بنتها وهي عندها 6 سنين، دخلت بيها شايلاها على ايديها وجوزتها الولد شاب، يعني البنت مش قاعدة على كرسي،
تقعد على 6 سنين تقعد على كرسي يعني بيجروا العيالهم في 6 سنين بيجري ولا 7 سنين كتبوا فعلا الورق ده جوزوهم فعلا بالورق بس مش فعلي يعني اضطرار لما تيجي يقول لك لا 7 سنين كده او يمكن القصه انا مش فاكرها يمكن هي كانت 9 و10 سنين بس هي مش عايزه تقعد يعني حاجه زي كده فالام راحت عكشاها وراحت داخله بيها وقعدت جنب الولد اللي هيتجوز وكلل لنا يا ابونا وخلاص ايه وات ايه اه خلاص بقى يعني مالش يتجوزوا خلاص بقى يعني حلو مش وحش هنلاقي ما خلي بالك الموضوع ده ممكن يجي على امريكا ونعملها هي طبعا فتره يعني هي مش ما استمرتش كتير كان الهدف منها حمايه الاولاد انهم يتاخدوا يتسرقوا يعني او يغتصبوا بمعنى اخر فبسبب الضيقه اهو ده اللي بيقول عليه بسبب الضيقه اظن ان الموضوع ده كويس هو بيقول بسبب الضيقه طيب ايه كمان انت مرتبط بامراه فلا تطلب الانفصال انت منفصل عن امراه فلا تطلب امراه يعني يعني لو انت مرتبط بامراه دي مراتك على طول طب لو انت انفصلت عنها ما تروحش عينك تزوغ وتروح تتجوز واحدة تانية خلاص حتى لو واخد طلاق رسمي حتى لو واخد طلاق رسمي كفاية يعني بولس بينصح بهذا مش يقول لك أنا مش بأمر أو مش بجيلكم لا بس أنا أنصح بالنصيحة ديت إذا أنتوا الاثنين يعني متضايقين من بعض وارتضيتوا تقعدوا مع بعض خليكم مع بعض أحسن ده قالها في الأول يعني زوج وزوجة مقطعين بعض خليكم مع بعض أحسن طيب لو انتوا انفصلتوا كل واحد خد مثلا طلاق وعشان كده حتى قال ايه لو فرض والانسان اكتشف ان زوجته زانية او الزوج او الزوجة اكتشفت ان جوزها زاني لك اقبله بالمحبة اقبلها عندنا محبة اقبل ما تقعدش كده يعني في محبة في انت من حقك تاخد كتاب طلاق من حقك تاخد طلاق رسمي لكن بالمحبة مش مهم الحق دوت ممكن تعيشوا مع بعض طب ولو انفصلتوا ما تبقاش بقى بتسعى من أجل إيه من أجل جواز آخر لكنك وإن تزوجت لم تخطئ يعني لو أنت منفصل عن زوجتك بطلاق رسمي لو اتجوزت تاني مش خطية لكن هو بينصح بالإيه ده مثلا ما واحد يجي يقول فدي مثلا فدي واحد جه قال لابونا يا ابونا انا اكتشفت ان مراتي مثلا ماشيه ماشي مش كويس ابونا يقول له بقول لك ايه سيبها طلقها هتعجب لك كتاب وبكره طلقها على طول هو ممكن ابونا يجيب له طلاق فعلا لكن ابونا يقول له ايه طب يا حبيبي ما المسيح بيقبلنا واحنا عمالين نخونه طول كل يوم ايه رايك حاول تقبل هتقبل تقدر في واحد يقدر وفي واحد ما يقدرش فاذا قدرنا نعيش مع بعض كويس وإذا ما قدرتش وقدرت تعيش من غير ما تتجوز واحدة تانية يبقى أفضل يبقى مفيش مشكلة لكن لو ما عرفتش تعمل حاجتين وحبيت تتجوز ده مش غلط فاهمين بولس بيتدرج إزاي؟ وإن تزوجت العذراء لم تخطئ ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد وأما أنا فإني أشفق عليكم طبعا كلمة ضيق في الجسد يعني يمكن بتعني أنه يعني كلمة ضيق بتيجي بمعنى ما عندهمش احتمال على انهم ما يتجوزوش يعني وصلوا لدرجة انهم عندهم كبت داخلي كبت جسدي شهواني داخلي بحيث عايز يتجوز يعني مفيش مشكلة يعني اديكم مثال لو واحد مراته ماتت من حقه يتجوز ولا مش من حقه من حقه. فنقول له بس يعني عيش لربنا بقية حياتك. لكن اذا لقى ان هو مش قادر يعيش ده يقول عليه عنده ضيق في الجسد. ضيق في الجسد يعني محتاج حاجة تخص الجسد مش محتاج علاقة زيجية مش مقصود بيها علاقة زيجية بس. علاقة زيجية دي احدى النقاط. لكن مقصود بيها ان هو شايف انه مش هيقدر يعتمد على نفسه محتاج واحدة تعينه في اعمال الجسد. يعني تعين في عمل الجسد
تأكله وتشربه وتنيمه وتهننه كده يعني. فيقول لك ده عنده ضيق في الجسد. ضيق في الجسد يعني الجسد مسيطر عليه، مضيق عليه. خلاص فهمنا الفكرة؟ طيب. وبعدين يكمل ويقول ايه؟ فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. كلمة الوقت مقصر يعني مجيء الرب على الأبواب، يعني الدينونة قربت. بيتكلم هنا على فكر الايه؟ الدينونة. عايز الام اللي متجوز بقى وقت الدينونة زي اللي مش متجوز، كأنه مش متجوز. هو بيقول كده، أقول منذ الآن الوقت مقصر، منذ الآن سوري الوقت منذ الآن مقصر. ليه بقى؟ لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. يعني مش فارقة لو الدينونة داخل عينا بكرة، لو بكرة قالوا بكرة نهاية العالم مثلا على سبيل المثال، يعني الزوج مش هيفكر أنا متجوز ولا ملحقتش اتجوز ولا ما تفرقش بقى، ده وده هيقف قدام ربنا في يوم الدينونة، مش فارقة كتير. بولس الرسول كان بيركز في الحتة دي على ايه؟ يعني عشان يبقى حتة المتزوجين كأنهم غير متزوجين. يعني عايز اقول للمتزوج او الانسان اللي ليه اسره، يعني ما تديش اهتمامك كله لاسرتك، ما بقاش كل اهتمامك للامور الاسريه بس، بص على ربنا. لو جه بكره الوقت مقصر، لو جه دينونه بكره هتعمل ايه؟ صحيح هو بيطالبنا في مكان تاني، انت مسؤول عن خلاص زوجتك وانت مسؤول عن خلاص زوجك كمتزوجين، وانتوا الاثنين مسؤولين عن خلاص الاسره كلها. دي حقيقه. لكن لو الدينونه بكره، المتجوز اكنه مش متجوز، بيبص على حياته هو، انا هعمل ايه؟ انا اروح فين؟ وكان بولس الرسول بيقول حلو للانسان يهتم باسرته، لكن مش على حساب اهتمامه بربنا. ربنا رقم واحد، احسن يجي الوقت يلاقي نفسه اهتم باسرته اكتر ما اهتم بحياته مع ربنا. والذين يبكون كانهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون. فاهمين التدرج ده بيقول ايه؟ بيقول ان يوم الدينونة ما هيجي العمال يشتري ويبيع ويفرح فرح العالم ويحزن احزن العالم، كل ده مش هيكون له اي قيمة. بتحزن على ايه؟ علشان ضاع منك $1,000، عشان ضاع منك بيعة على كذا. ده اليوم الدينونة مش هيبان اللي بيشتري من اللي بيبيع، ملهاش أي قيمة، خلاص الدنيا إيه؟ خلصت. يوم الدينونة مش هيبان متجوزة مش متجوز، خلصت. اليوم الدينونة هيتساوى الإنسان الفرحان زي الحزين. يوم الدينونة هيتساوى الإنسان اللي كان باصص على العطايا اللي عند الآخر ويقول يعني فادته بإيه العطايا اللي عند الآخر دي؟ بلا شيء. الصحة اللي عند التاني، ساعات واحد يقول لك يعني هو ربنا باصص لي انا، كل امراض الدنيا تجيني انا؟ طب ده في ناس اصغر مني اكبر مني سنا باسم الصليب عليهم، ويرميها في الصليب يعني باسم الصليب عليهم، صحتهم ما حصلتش. لو بكره يوم الدينونه هيهمك ايه الموضوع ده؟ طب يعني يا بولس ما احنا قدسنا العظيم احنا ما نعرفش ان بكره يوم الدينونه، يقول لك اعتبر ان بكره يوم الدينونه، لو مت النهارده بكره الدينونه بتاعتك او في نفس اليوم الدينونه، خلاص مفيش وقت للايه؟ نحن نعيد الوقت تاني خلاص. فيوم الدينونة المقصود بيها هو مجيء الرب، ويوم الدينونة في حياتنا مقصود بيها هو يوم انتهائي، انتهاء حياتي من على الأرض. ما تبصش ده فرحان أكتر، ده معاه أكتر، ده بيشتري أكتر، ده بيبيع أكتر، ما تبصش على الحاجة دي. والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. يعني الناس اللي بصوا للعالم وأمجاد العالم هياخدوا إيه في النهاية؟ لا شيء. فأريد أن تكونوا بلا هم، غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. عارفين يعني إيه كلمة أنا عايزكوا بلا هم؟ بصراحة يعني تزعلوش، بيعتبر أن الحياة الأسرية هم. بس مش هم يعني هم، لا، هم معناها هموم، مسؤوليات. اصل لو شوف بولس الرسول بيقول ده هم مش عايزين نتجوز، لا، هو بيقول انا عايزكم بلا مسؤوليات، بلا ارتباطات في العالم،
بلا الأحسن تكون خفيف خفيف كده تقدر تسافر لربنا بسرعة. أديكم مثال بسيط قوي. لو في واحد عنده مناسبة فرح، أخوه مثلا، بلاش أخوه، واحد من قرايبه بيتجوز، هو قاعد هنا في أمريكا وهو التاني برضه في أمريكا، هعتبر أنه في أمريكا، هل تفتكروا الأسهل والأسرع أن يأخذ الطيارة يروح مثلا آخر بلاد المؤمنين، مثلا يروح فلوريدا مثلا لوحده، ولا ياخد عيلته معاه؟ الأسهل إيه؟ لوحده. فبقول لهم هو كده، لما تيجي تحسبها بقى أنك هتاخد عيلتك معاك، صحيح يمكن تفرح أن معاك مراتك وعيالك، لكن هتحسبها هموم بقى، هنركب الطيارة إمتى، مواعيد الأجازات، كل واحد ليه أجازة مختلفة، أجازة الأولاد، معاها فلوس اللي هدفعها، معاها الفندق اللي هقعد فيه، مش كل الحاجات دي هموم؟ هموم بمعنى مسؤولية، اهتمامات. قولهم الأحسن عندي اللي يسافر لربنا يسافر خفيف كده. لكن مش معناها ان المتجوز دوت مرفوض عند ربنا. بيقول لهم انا عايز، فاريد ان تكونوا بلا هم، ونحط في الستوب هنا بلا هم يعني بلا مسؤوليات. غير المتزوج يهتم في مدى الرب كيف يرضي الرب، دي حقيقة. وغير واما المتزوج فيهتم في مدى العالم كيف يرضي امرأته. واحد من الاباء بيقول لك يتخيلوا ان الزوج بيعتبر ان الامراه امراته دي هم العالم بالنسبه له، حطها مع العالم، يرضي العالم عشان بيرضي امراته. ليه بس كده؟ يقول لك ما قصدتش كده، بولس ما قصدش كده، بس في متطلبات للاسره، الزوج عايزه والاولاد عايزين والحاجات دي كلها، فبيحاول انه يهتم ازاي يرضيهم، ازاي يكفيهم، ازاي يعيشهم، وهكذا. اديكم مثال بسيط قوي. اي اب واي ام جايين من مصر دلوقتي خايف على نفسه؟ لا. اساله اي اسره يقول لك مش مهم عندي، انا خلاص انا كنت بشتغل في الحته الفنيه وكنت بعمل كذا وما كانش حد بيهمني، وكان اجدع مدير مش عارف يعمل لي حساب، لكن انا ببص للاولاد، اصبح بيشيل هم الاولاد، مش عايزهم في المشاكل اللي موجوده ديت يطلعوا يعني تعبانين معصرين، فقلت اضحي واجي. بهتم فيما للهم يعني للعالم اكتر. لما يكون انسان خفيف يبقى اسهل شويه. بولس الرسول بيدي النصايح وكل واحد يقبل اللي عايز يقبله. ان بين الزوجه والعذراء فرقا. غير المتزوجه تهتم فيما للرب لتكون مقدسه جسدا وروحا، واما المتزوجه فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. طبعا واضح الايه الكلام دوت. كلمة مقدسة تكون مقدسة يعني معناها مخصصة ومكرسة لله. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا. وهقا يعني شرك، عارفين شرك يعني شبكة، يعني جاب في الإنجليش إيه؟ ليش ليه؟ شبكة، خطاف، بريشر، سلسلة. وهق يعني سلسلة، سلسلة يعني، يعني مش عايز أرمي عليكم قيود، خلينا نخليها كلمة قيود أحسن، قيود يعني، مش عايز أرمي عليكم شركة أو قيود. هذا أقوله لخيركم، أقول عشان كده، لكي ليس لكي ألقي عليكم وهقا يعني قيود، بل لأجل اللياقة والمصابرة للرب من دون ارتباك. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي عايز يعيش مكرس لربنا بتول ده عشان يبقى عنده وقت إنه يعيش مع ربنا ويثبت في ربنا أكتر ويثابر على كلمة مصابرة، يعني جاية من الإصرار أو العزيمة إن أنا أكمل مع ربنا. ما عارفش كلمة مصابرة يعني هنا مكتوبة إيه، اللي هي في نفس الآية، آية 35، يقول لأجل اللياقة والمصابرة للرب من دون ارتباك. ديستراكشن تشد انتباهه يعني، مفيش حاجة تجتذب انتباه الإنسان. آخر آيتين أو ثلاثة بيقول، ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت، وهكذا لزم أن يصير فليفعل ما يريد، أنه لا يخطئ فليتزوج. هقولها لكم يعني إيه؟
كلمة لكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه، دي بتنطبق على البيرنتس الآباء. يعني الأب لو حس إن البنت بنته عذراء دي يعني عايزها تبقى مكرسة لربنا، مخصصة لربنا، رهبة مثلا، أو العكس مش عايزها، فبيقول إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت، يعني لو واحدة كبرت وهو يعني مش حاسس بيها الأب قوي، وهكذا لازم أن يصير، يعني تصير في الزواج، يعني تتجوز، فليفعل ما يريد، أنه لا يخطئ فليتزوج. فاهمين الفكرة؟ مش باينة قوي. يعني لو أب شايف أن بنته ابتدت تكبر في السن وهي عذراء، وفي نفس الوقت يمكن كان عنده يعني اشتياق انها تتكرس، لكن لقى ان الوقت بيجري بيها وانه ممكن يجي لها عريس، يبقى ده مش غلط انها تتجوز، تجوزها، مش هتفرق كتير يعني. طيب وايه كمان؟ بيتكلم بقى عن الرجل، واما من اقام راسخا في قلبه، يعني اللي مش عايز يتجوز بقى خالص، وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا، هذا هنا بتنطبق على البتولية في قلبه، أن يحفظ عذرائه فحسنا يفعل. فمين الفرق بين الآيتين؟ الآية الأولانية بيقول إيه؟ بيقول إذا كان في واحد أو واحدة يعني تقدم بهم السن وعمين يقولوا نتجوز من الجواز يعني متردد، إرادته مش قوية، أو الأب عايزها تتجوز وهي مش عايزة مثلا، أو العكس، يبقى في الحاجة كده تجوزها. لو الوقت أزف والوقت جري وفي حد، جوز. لكن لو واحد عنده إرادة قوية إنه يحفظ عذرويته سواء راجل أو ست، يعني مش عايزة تجوز خلاص، فليفعل، هذا يبقى أفضل. لأن بولس الرسول طبعا ميال، بحكم إن هو بتول، بيميل للإيه؟ للبتولية. إذن من زوج فحسن يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. سوريا، اللي يتجوز حسن، حسن كفاية قوي، حسن دي كويس، لكن اللي ما يتجوزش يبقى حسنين. حسنين يعني ايه؟ أحسن هو ما يعملش الحكاية ديت. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. كلمة في الرب يعني على حسب إيه؟ وصية الكتاب. ولكنها أكثر غبطة إن لبست هكذا بحسب رأيي، وأظن إني أنا أيضا عندي روح الله. يعني إيه؟ بقولها الست لما جوزها يموت، هي جربت مرة حظها كان صعب، لما يموت جوزها لو عايز تتجوز في ربنا يعني ما فيش مانع، لكن انا شايف انها هتكون اكثر غبطه يعني فرح لو ما اتجوزتش، يعني تبقى كده من غير جواز احسن. بقول لهم خلي بالكوا ايه، ده رايي انا حسب رايي. طب انت رايك مين؟ قال لهم بس خلي بالكوا ايه بقى اخر ايه، دي مهمه قوي. بقول لهم حسب رايي، واظن اني انا ايضا عندي روح الله، يعني انا بتكلم بروح الله، مش بس عن رأيه وخلاص. يبقى يقول لك بولس حسب رأيه، لك لا، بولس أنا كمان عندي روح ربنا، أنا خادم لربنا. إصحاح دوت أنا هختمه في دقيقة واحدة. الإصحاح دوت جميل جدا لأنه بيربط ما بين البتولية والزواج، بيقول الاثنين مكرمين عند ربنا. وإن كنت أنا كبولس أحب البتولية، لكن اللي متجوز مش غلط، لكن خلي بالك الزواج والبتولية فيما للرب، تتبتل تحفظ عذرويتك يعني لربنا، تتجوز فيما للرب، مفيش أي مشكلة عندي. المهم إنك تبقى عارف إن ربنا اختار لك الطريق دوت، وإنت تسلك في هذا الطريق حسب ما دعاك ربنا. طب يعني المتزوجين مش هيخلصوا؟ لا هيخلصوا. طب الرهبان هيخلصوا او البتولين بصفه عامه هيخلصوا؟ طب في من البتولين هيهلكوا؟ طبعا. وفي من المتزوجين هيهلكوا؟ طبعا، في الشك يعني. حلو ان بولس يتكلم على الجواز، هو اتكلم كتير عن الجواز، اتكلم في افسس 5 عن الجواز باستفاضه شويه.
طولنا النهارده عشان خاطر بس الايه الاصحاح ده نخلصه على بعضه. المره اللي جايه هناخد مشكله من مشكلتي. دلوقتي بولس الرسول عالج مشكله التحزب حزبيه، عالج مشكله الزنا مع امراه الاب، عالج مشكله ان انتوا تروحوا لمحاكم مدنيه ترفعوا دعواتكم هناك، عالج مشكله بتاعت النهارده أنه الأحسن البتولية ولا الجواز، والجواز دوت زنا البتولية أفضل. قال لهم لا، ما فيش حاجة اسمها زنا. المرة الجاية هيتكلم على مشكلة اللي يتذبح للأوثان، ناكل منه ولا ما ناكلش منه. طبعا تقولوا إيه ده، فيها أكل بقى؟ لا، هي مش فكرة أكل بس، هي فكرة ليها فكر روحي حلو. اللي ذبح للأوثان أخد منه ولا ما أخدش منه؟ ناس يقول لك آه، ناس يقول لك لا. هيتكلم بطريقة اللي قال فيها إن كان أكل اللحم يعسر أخي فلا أكله، بالطريقة دي يعني. خلاص، عبان بنقول أبانا الذي، نكون جبنا القربان من الأوضة.